بنصبح على حضراتكم مرة تانية، وجه دلوقتي معادنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. اليوم انطلقت ركلة البداية. دندن يا صلاح، مول يا صلاح. للباحثين عن كرة، هذه كرة الإبداع. Hits one! Oh, what a goal! ولسه مع النادي المصري بورسعيدي، وبعد سلسله من النتائج السلبيه للفريق اعلن مجلس اداره النادي تعيين حسام حسن مدير فني للفريق خلفا للتونسي معين الشعباني، ومن المنتظر ان يتم عقد جلسه خاصه مع محافظ بورسعيد النهارده لبحث ازمه مستحقات اللاعبين المتاخره وبالتحديد الاربعه الاجانب بعد ما تقدموا بشكوى بسبب تاخيرها. النادي الاهلي ارسل خطابا للاتحاد الافريقي لكره القدم وضع فيه النقاط فوق الحروف بخصوص العديد من الامور التنظيميه الخاصه بالمباراه النهائيه لدوري الابطال. خطاب الاهلي جاء بعد عدم استجابه الكاف للمطالب المشروع للنادي، خاصه فيما يخص الحضور الجماهيري وحصول الاهلي على 2500 تذكره فقط، رغم الاعلان قبل كده عن توفير 10,000 تذكره للاهلي بالاضافه لامور اخرى عديده. الخطاب ده حصل بعد مطالبه النادي الاهلي للسفير المصري في المغرب بالتدخل بعد تفاقم ازمه التذاكر وعدم حصول الاهلي على النسبه المقرره له. موسيماني المدير الفني للأهلي رفض يتكلم عن أي لاعب من الفريق قبل نهائي أفريقيا، وعلق وقال: ما بحبش أتسأل عن لعيب بعينه، أنا هتكلم عن الفريق كله لأننا بنلعب كرة جماعية وهدفنا واحد وكلنا بنساعد بعض. وقال كمان: كلموني عن الأهلي ككل، إحنا فريق رائع بيجتهد من بداية انطلاق النسخة الحالية من بطولة أفريقيا للتتويج باللقب القاري للمرة الثالثة على التوالي وال11 في تاريخ النادي. ومن ناحية تانية، محمد الشناوي حارس وقائد النادي الأهلي قال إن هدف فريقه واضح من البداية وهو التتويج باللقب الإفريقي، وإن الأهلي رفع شعار التتويج باللقب الإفريقي للمرة الثالثة على التوالي وال11 في نادي أو في تاريخ النادي. وقال كمان: إحنا قطعنا مشوار طويل علشان نوصل للماتش النهائي وعندنا رغبة في حسم البطولة. الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي حصل على المركز الثاني في تصنيف افضل اللعيبه المشاركه في دوري ابطال اوروبا اللي خلصت منافستها اول امبارح بتتويج ريال مدريد الاسباني باللقب ال14 في تاريخه. حقق محمد صلاح 652 نقطه جمعها الفريق في دوري ابطال اوروبا خلف المتصدر الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد اللي حقق 832 نقطة. ونجح صلاح خلال دوري أبطال أوروبا في تسجيل 8 أهداف وصنع هدفين، ووصل معدل مساهمته في البطولة لـ10 أهداف كاملة. ولسه مع نجمنا المصري محمد صلاح اللي هيوصل القاهرة بكرة علشان يستعد للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني لخوض مباريات غينيا وإثيوبيا يوم 5 و9 يونيو الجاي، وده في إطار التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا كوت ديفوار 2023. تيبو كورتوا حارس مرمى فريق ريال مدريد علق على تألقه قدام تسديدات الدولي محمد صلاح لاعب فريق ليفربول في المباراة اللي جمعت المارينجي والريدز، وقال: تسديدات صلاح كانت أصعب تحدي في المباراة، وفي كل مرة ما كنتش بصدق إزاي تصديت لتسديداته، الأمر كان جنوني. اتحاد الكرة أخطر أندية الدوري بشكل رسمي بمواعيد بطولات الشباب والناشئين الموسم اللي جاي، وقال اتحاد الكرة في خطابه للأندية: هيتم تنظيم بطولات الجمهورية وهيتم كمان تنظيم بطولات الأفرع، ده غير تنظيم مهرجانات البراعم لمواليد 2010 و2011 و2012 و2013. الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة إيهاب جلال متمسك بيلعب المباراة الودية قدام كوريا الجنوبية يوم 14 يونيو الجاي بلاعيبة الأهلي والزمالك الدوليين، ورفض ما يتردد حول التنازل عن بعض اللعيبة بعد مباريات غينيا وإثيوبيا يوم 5 و9 من نفس الشهر في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023. وبكده خلصت جولتنا الرياضية، هنرجع مرة تانية لمحمد وجمان علشان نكمل معكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا دينا.